اهلا وسهلا بمتتبع قناه نيشا. الان معكم في هذا النقل المباشر من منطقه سيدي مؤمن، وبالضبط من اقامه النهضه. يعني في ملف جديد في القضيه ديال الشاب اللي تعدوا عليه جوج الخوت والخال ديالهم. يعني كاين واحد المعطيات جديده، هاد المعطيات غادي نسولو الام ديالو اللي غتعطينا بالتفاصيل. اهلا وسهلا بك الشريفه. المعطيات الجديده اللي اليوم، احنا اليوم مشينا لطوما، مشينا للكوميساريه ديال طوما وصيفطونا للدائره الكبيره ديال اناسي. نعم، وكنشكرهم من هذا المنبر. هذا الدائره ديال اناسي داروا معنا داكشي اللي خاصو يدار، الله يرحم ليهم الوالدين. صيفطونا دابا للقضاء التحقيق، دابا سميتو تصنتوا ليهم هما وتصنتوا لينا حنايا. الحمد لله سميتو راه سميتو مصيفطين تما، كاين وكنتمنى حق ولدي ما يضيعش. بالنسبه لهاد العائله، انتما كنعرفوكم عائله، واه عائله شويه كاينه ريحه الشحمه في الشعر كما كيقول المغاربه، كاينه شويه ديال الدم. حنا كنعرفو ربما كاع ماشي عائله، وراه تيوقع الصلح وتيوقع بزاف الحوايج. كاين سميتو كاين ولادي عندكم ما طلبوش منكم المسامحه، مصيفطين شي ناس. نعم، قالوا لك دوك الناس راه غنمشيو ونرجعوا، ما بلاش رجع حتى واحد صافي. وهذا حيت قلت لهم انا ولدي نديروا ليه ليرين، بعدا نشوف بعدا ولدي شنو به. ولدي راه باقي كيعاني لحد الان، ولدي راه مريض، واخا تيوقف تيتم غادي، ولكن ولدي راه باقي الراس كيضر، باقي الدوخه. ودابا راه ولا دخل في واحد الحاله، في واحد النفسيه خايبه بزاف. الدري راه كدوي معاه كيخبط راسو مع الحيط، يخبط راسو مع الارض، كيبدا يغوت يشد راسو ويغوت يغوت يغوت. ربي اللي خلقه. حنا دابا سميتو كنطلب الحق ديال الدري ما يضيعش. ولكن من بعد نمشي لكم شنو وقع الكوميساريه؟ صافي تصنتوا لينا، خداو الاقوال ديالهم هما والاقوال ديالنا حنايا، وصافي وصيفطونا للوكيل المالي. يعني المحكمه؟ اه المحكمه. مشيت للمحكمه؟ اه لا، قالوا لك حتى الغدا، قالوا لك حتى الغدا غادي يشوفوا انت سميتو. واسميتو الدري راه قال لهم راه تهرس، ولكن ملي قال ليها داك الشرطه، داك الشرطه ديال الدائره، قال ليه شكون اللي ضربك؟ قال ليه راه هذا ولدي ضربوه بالبونيه وهرس ليه يدو. ولدي ضربوه بالبونيه وضربوه في يدو هنايا. اه قال ليه كيفاش؟ قال ليه يضربك بالبونيه وتهرس. قال ليه لا، راه هكاك كنت كنطاكي على وجهي باش ما يضربنيش، ودرت ليه هكا يدي وهرسني. قال لي ما يمكنش تهرسك بالبونية. ربما قالت تقدر، ربما قالت نزل عليه العصا وما يقدرش يتهرس. اه قال لي اسميتو، قال لي هو خوك وخالك شنو كيديروا؟ واش كيفكوا ولا كيحاميو عليك؟ قال لي لا كيفكوا. قال لي الفيديو كيقول العكس. قال لي لا، قال لي صافي تحمل مسؤوليتك. هذا الشيء اللي قلتي، تحمل المسؤولية. الناس ديال الامن، الناس ديال مشكورين صراحة، داروا خدمتهم نقية. الله يرحم ليهم الوالدين من هذا المنبر، الله يجازيهم بخير. نشوف خداو داك الشيء كما يعني باغي زعما يدار، ماشي زعما هذا شافوا في الفيديو. يعني الناس شوف، اه صراحة ملي تيكون الناس ديال الامن كنعطيهم الدلائل، اه يعني راه كينصفوا اي واحد يعطيه الدلائل كينصفوا. والقانون هذاك الشيء اللي كنشكروا هذيك الدائره ديال الاناسي، كنشكروهم من هذا المنبر، كنشكروهم بزاف. نعم، وكنتمنى من الله حق ولدي ما يضيعش، ناخذ حق ولدي. هذا الشيء اللي كنطلب انا دابا، انا حيت ولدي لا الا ما خديت ما اه باقي ما كيمشيش دابا، ما كيمشيش قال لا ما كيمشيش ما كيقدرش. قال لي كما ما كنخرج كيستفزوني. كيبهالش تيدير، كيضحكوا عليه. انا اللي مرا وكيضحكوا، انا واقفه مع العيالات. يعني سيروا فيما بغيتي تمشيو، على في خيلكم ركبوا، ما عندهم حتى واحد. راه البلاد دولة الحق والقانون. انت الله يرحمك، كنعرفوا البلاد دولة الحق والقانون. الحمد لله كاين الفوق كل شيء، القانون كاين فوق كل شيء. القانون راه كياخذ مجراه، هذاك الشيء اللي كاين. درتي مزيان راه كيمشيو معاك المزيان، درتي الخايب راه كيمشيو معاك الخايب. حنايا دابا سميتو الدري راه عقدوه ليا، الدري راه ما حليتو باقي مريض، ما حليتو نفسيتو دابا راه مريض اكثر من الجسد ديالو. مرض دابا جسديا ونفسيا بجوج. واخا شنو بغيتي تقولي من هذا المنبر هذا؟
انا بغيت احق ولدي، ما بغيت حتى حاجه. احق ولدي يتخات، ما يضيعوش لي حق ولدي. واخا نشوفوا الابن ديالك، الاسم ديالو، الاسم ديال محمد. محمد اجي نشوف الابن ديالك. اي انا ولدي يعني مشات قناه مشات ان الوليد ما يبغيه، ما بغاش يبين وجهه. لا يعني انسان نفسانيه وبزاف الحوايج، الوليد باقي صغير ربما 17 سنه، باقي ما كملهاش، ربما ما كملهاش. نسولك ولدي شنو الواقعه اللي وقعت لك؟ يعني لكن شنو الواقعه؟ نو انا عندي دابا ما عقل على والو، انا راه غير اللي عاودوا لي الدراري والو، انا ما عقلش كاع على شنو وقع لي هذيك النهار. من ضربوني غيبش، ما عقل على 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 على, على والو. صح جاو عند الدراري هنايا وعاودوا لي. كيفاش وقع لك في الاول؟ شفتي كيف داير؟ ما عرفتش، انا ما عاقلش. كنت كتلعب الكره، شفتي كيف داير؟ هادشي اللي قالوا لي الدراري، قالوا لي راه كنا لاعبين الكره. ما عاقل على هادشي اللي كاع اللي كنت ما بقيتش عاقل عليه. لا ما عاقلش، انا عاقله على داك الفطور اللي فطرت صافي. من تماك ما عاقل على والو. لا ما عاقلش كاع. انا بغيت ناخذ حق انا، هادشي اللي بغيت انا. دابا راه كنخرجوا دابا للزنقه، كيبقاو يضحكوا عليا. ما بقاش كاع حامل كاع نخرج مع حق نخرج، كيبقاو يضحكوا عليا. انا بغيت ناخذ غا حقي انا صافي. مشاهد قناه نيشا الان كما كتشاهدوا الشاب يعني كيهضر، هو كنحس به النفسانيه ديالو يعني ما لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهد قناه نيشا الان كنتمنوا يعني شوف الحق يعلى ولا يعلى عليه. حنا كنعرفوا الناس ديال القضاء كل حق حقه، والناس ديال الامن كنعرفهم مشكورين على من هذا المنبر هذا. جميع المناطق الامنيه تنعرفوا الانسان شو ملي كتعطيه، ملي كتعطيه الدلائل وكتعطيه الوثائق ديالو، الوثائق ديالك يعني يعني قانونيه، راه كيعطوك حقك اكيد غتاخذ حقك ولدي. مشاهد قناه نيشا الان نكتفي بهذا البث المباشر من منطقة سيدي مومن، وبالضبط من إقامة النهضة. حياكم الله وإلى اللقاء.